ليش مثلا عايزين نعرف بقى مين الموجود عندي تاني. عايز اعرف مين الوان واي هولو بلوك الموجود عندي، الريفات في اتجاه الواي دي عايز اعرف. اتفقنا ده بنفرض بعده ازاي؟ باخد الاسباب بتاعه اقسمه على الكود زي ما بيقول لي على 28 او 24 زي ما الكود بيقول لي، وابدا اطلع ايه تخان. طلعنا التخان ده 27 سم، يعني كام؟ 20 سم ارتفاع الريب و7 سم بلاطه سوليد فوق. فانا هاجي على البرنامج من هنا نفس الكلام، هاجي على السلابس اهو، هقول له ايه؟ اد نيو بروبيرتي. اد ايه؟ نيو بروبيرتي. اسميها ايه يا جماعه؟ هو الريب 20 سم. الريب كام؟ 20. احنا فرضنا العرض بتاعه 15، الدبس بتاعه 20. ليه 20؟ لان انا ببص على ارتفاع الهولو بلوك اللي انا محتاجه، لقيت محتاج بلاطه تخانه 27 سم، محتاج بلاطه تخانه 25 سم. فانا قلت اعمل ال 25 دي ازاي؟ ريب 20 وبلاطه 7. مش ده احنا الابعاد اللي احنا شرحناها قبل كده يا جماعه؟ قلنا انا عندي 15 و20 و25 وبلاطه 7 و10 و12 سم. فانا هاجي اسميها هنا يا جماعه، بص كده اسميه ار، يعني ريب عشان ابقى عارف. ريب في اتجاه الاكس الخانه بتاعتها كام؟ ريب في اتجاه الاكس الخانه كام؟ 27 سم، عشان ابقى عارف ان ده اعصار في اتجاه محور اكس الخانه بتاعته كام؟ 27 سم. هاجي من هنا برضه لف السيو اخليها 40، اديها لون تاني عشان اظبطه، اهو لون تاني اهو، اوكي. هاجي بقى من النوع بتاعها، هختار النوع بتاعها نوع ايه؟ ريب سلايد. بص اول سؤال بيسالك اوفر اول ديبس، كام الديبس الكلي اللي هو التي الكليه بكام؟ 270 مللي. بيسالك السلاب سيكنس، كام السلاب سيكنس؟ 70 مللي. كام بقى العرض بتاع الستم؟ احنا فرضناه كام؟ 15 سم، يبقى كام؟ 150 مللي. كام ده من فوق ومن تحت؟ هو بيسالك على الستم من فوق لتحت، لان في الخليج بيعملوها ايه؟ بيعملوها مسلوب كده بالشكل المسلوب ده زي ما احنا شفناه قبل كده. فاكرين الشكل المسلوب؟ انما احنا عندنا بنخلي الايه؟ الريب زي بعضه. عشان التماسك هتشوف البلوك، التماسك بتاع البلوك عامل ازاي؟ تلاقي حاجه مسلوب كده، هتلاقي البلوك داخل كانه محشور جوه، فما يسدش. يبقى احنا هنخلي فوق زي تحت، هنشوف الريب دلوقتي. اخر حاجه بقى الريب سبيسنج، الريب شايل من كام لكام؟ من فين لفين؟ فاكرين؟ شايل من نص الهولو بلوك حاجة ونص، يعني كام؟ 20 سم، 20 40، وهو 15 يبقى كله كام؟ 55، يبقى اجي على ده كام؟ 550 ايه؟ بيقول لك اللوكال اكسس، انت عايز لوكال اكسس واحد ولا اثنين؟ يعني ايه واحد ولا اثنين؟ يعني عايز الريبات في اتجاه الاكس ولا في اتجاه مين؟ الواي. عايزها تمشي في اتجاه الاكس ولا في اتجاه الواي؟ انا دلوقتي معرف الاكس، بقى اللوكال اكسس كام؟ واحد. وراح جاي لواحد ولا ايه؟ طيب نسينا نعدل المودفايرز، ما ننساش المودفايرز بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا. هنعرفه دلوقتي. يبقى انا كام؟ المودفايرز ما ننساش اعملها، اقول له اوكي وارجع اقول له ايه اوكي. ارجع اقول له ادي كوبي، اسميه يا جماعه ريب ار اهو، ار واي بس كام؟ 27. اجي من هنا اعرف ده كام؟ كل الاختلاف اللي هيحصل كل حاجه زي بعض، غير بس اللون الرصاص ده عشان مش هيبان. كل حاجه بس اللي يختلف لوك لانكس واحد هتبقى كام؟ اثنين بس. اقول له اوكي. يا باشمهندس ما هو اللي فيه في الاكس ده يبقى فيه واحد الاكس ريب لا ملوش اي تفسير، احنا بناخده بس تنفيذي يعني، لما تحليلي ملوش اي تفسير. ماشي؟ اقول له ايه؟ اوكي. طيب لو انا عايز اعمل حاجه على الميل ارسمها ازاي بقى؟ طب انا افرض يا باشمهندس انا السقف بتاعي كان في حاجه على الميل كده، الربان بتاعتي كانت على الميل، اعرفه ازاي على الميل؟ السقف نفسه ميل؟ اه اعرفه ازاي؟ حد يفكر كده؟ بعرفه كانه ربات عاديه خالص، يا افقيه او راسيه، وباجي اعمل ايه البلاطه؟ بعمل لها روتيشن بتقسم بقى، بلف اللوكال اكسس بتاعتها وقيمه الزاويه ايه؟ ده ممكن نعمل كده. بالنسبه لايه؟ للوار واي هولو بلوك. حد عنده اي مشكله في اللون هولو بلوك؟ لو انا عايز اعرف تو واي كل اللي عليه اد كوبي، اسميها يا جماعه ار ريد، بس اسميه ار ايه؟ اكس اند واي، عشان اعرف ان ده ايه؟ عشان اعرف ان ده ايه؟ تو واي. كام بقى هو؟ 37 سم. فاكرين؟ كل اللي عليه اعمله، هاجي من هنا مكان ريد اختار ايه؟ وافل. بص ايه الزياده اللي هيحصل؟ في خانه زياده بس اتضافت عليه مكان اللوكال اكسس اللي هو ايه؟ بيسالك ما هو انت تو واي، يبقى لازم يسالك انت تو واي كده، مش البلوكات عامله كده في التو واي، يبقى لازم اسالك على السبيسنج في اتجاه الاكس دي كام وفي اتجاه الواي دي كام؟ صح؟ وليه ما سالكش على اللوكال اكسس؟ لانها تو واي، هو كده كده هيرسمها في الاتجاه، صح كده؟ فانا اجي من هنا كام بقى الارتفاع ده يبقى كام يا جماعه فاكرين؟ 370. كام بعد كده ده؟ ستاب سيكنس سبب فرضنا سبب، احنا قلنا كام؟ 25 و 12، 25 و 12 ماشي؟ يبقى كام 120؟ كام ده؟ 150 150، كام السبيسنج؟ 550 550. حد عنده مشكلة أو مش فاهم حاجة؟ بقول له إيه؟ أوكي؟ أوكي. يبقى كده الهولو بلوك، تعريف الهولو بلوك فيها مشكلة؟ الوان واي والتو واي فيها مشكلة؟ طيب تمام.